ازيكم؟ مش هقدر اقول لكم صباح الخير لان احنا عدينا المرحله دي، احنا خلاص بقينا بعد الظهر. النهارده يوم هادي كده لطيف، بشتغل من البيت، وبعد الظهر عندنا لا مش يعني مش بعد الظهر، بالليل عندنا ايفنت معين هنروح نحضره. يعني ايه شغل من البيت؟ يمكن مش كل الناس مطلعة على أساليب الشغل وطرق الشغل اللي بقت موجودة دلوقتي وبقت عادية جدا جدا في بلاد كتيرة، لكن لسه في مجتمعاتنا وفي بلادنا يمكن مش مفهومة قوي. الشغل أو الوظيفة عندنا معناها إن الواحد هيصحى من النوم الصبح، يروح الشركة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها، ويقعد يشتغل طول اليوم من 7 لـ3، من 9 لـ5، من 10 لـ6، whatever، ويخلص ويرجع. وده الطبيعي والعادي واللي موجود جدا جدا في أغلب الشركات وفي أغلب الأماكن. لكن دلوقتي في نوعية من الأشغال وفي شركات بتسمح لموظفينها إن هم يشتغلوا من البيت يوم مثلا في الأسبوع. من حق الموظف انه يشتغل يوم من الاسبوع في البيت، ودي اغلبها اشغال متعلقة بحاجة بتتعمل على الكمبيوتر، مش محتاجة ان الشخص يكون في حيز واحد مع الموظفين التانيين. وفي توجهات كمان ان هم يقصروا اسبوع العمل، وفي دول اعلنتها ان اسبوع العمل بالنسبة لهم بقى 4 ايام بدل 5 ايام. هل ده معناه ان هم بيشتغلوا اقل؟ لا، هم بيشتغلوا شغل مركز في الـ4 ايام عشان ينجزوا اللي مفروض يعملوه. احنا بناخدها يعني الخبر ده لما نزل، ناس كانت شفت يا عم البغدادة، شفت الدلع. هو مش بغدادة ولا دلع، هو عارف ومتأكد ان الموظف بتاعه بدل ما يجي ويضيع الوقت ويعمل نص وقته انه بيشتغل ويمثل انه هو مشغول وهو على الكمبيوتر يفتح الفيسبوك والكلام ده. وانا بشوف يعني في بعض الناس في وسط النهار كده لما باخد في البريك بتاعي اللي انا بديه لنفسي وادخل اونلاين وابص واشوف ناس في مواعيد الشغل واونلاين وبتكتب وبتعلق وبتعمل، ولا في بقى يعني اكتيفيتي، نشاط جامد قوي. طب انت المفروض في الوقت ده وقت شغل حسب البلد اللي انت فيها او حسب المدينة اللي انت فيها. ف يعني في حاجات جديدة كمان، زي مثلا ان في ناس بتشتغل من البيت وبتقدر تلوج ان على سيستم وتدخل على برنامج على الكمبيوتر بيدخلها ويربطها بشبكة الشركة وبيشتغل وفعلا بيأدي شغله في الوقت ده. انا التيم بتاعي قليلين منه جدا اللي موجودين في البلد اللي انا فيها. مش بس كده، العملاء بتوعي كمان، يعني لما اشتغل مع حد في استراليا، لما اشتغل مع حد في السويد، لما اشتغل مع ناس في امريكا، خلاص الحيز المكاني وحتى الزماني اللي احنا كنا متخيلين ان هو لازم يكون موجود في الشغل اختفى. انا ليه بتكلم كده؟ لان انا يمكن اتكلمت على الموضوع ده زمان، في حد كان بيشتغل معايا وقال لي ان باباه مش متصور ان هو بيشتغل، مع انه كان بيشتغل معايا وبيعمل. انا مش متصور ازاي انت بتشتغل وانت قاعد طول النهار على المخروب ده وقاعد. لكن الولد كان فعلا بيشتغل، وابتدى الاب شوية شوية يفهم ويعرف. كان في كمان نكتة على الفيسبوك بتقول نفسي اعرف الشغلانة اللي بيشتغلها الناس اللي معاهم لابتوب وقاعدين في ستاربكس. اي شغلانة ممكن تتعمل من على لابتوب ينفع تتعمل من اي حتة، الا اذا كان في ريستريكشنز معينة ان الواحد يربط بشبكة
معينة مش موجودة غير في المكان ده، ودي بتبقى حاجات يمكن متعلقة بأمن وسلامة المعلومات وحاجات زي كده، لكن أغلب الحاجات دلوقتي مش محتاجة دواء. فأي حد بيشتغل في الكتابة، في التسويق، في الترجمة، في البرمجة، أو حتى كمان في ناس في الحسابات وفي الحاجات دي برضو ممكن يشتغلوا شغلهم من البيت او من ستاربكس او اي كافيه. وده اللي بيحصل معايا انا وجوزي، ان كتير جدا بناخد اللابتوب بتاعنا وحاجتنا ونروح نشتغل من اي حتة ريموتلي. احيانا بنبقى مسافرين وبرضو نقدر ان احنا نشتغل ونسلم شغلنا ونديه وكل حاجة. بس دي حاجة كده سريعة حبيت اتكلم عنها. يعني اديني اهو هقوم اطبخ، انا خلصت خلاص الحمد لله اغلب شغلي، هقوم بقى اطبخ واشوف ايه اللي هنتغداه والكلام ده، ويمكن بعد شوية اكلمكم تاني. مع السلامة. تراقب الموقف على البوتاجاز، كل ما اشوفني وانا فاتحه البوتاجاز لازم تقعد في هذا المكان عشان تراقب الموقف. ها، اخبار الشغل ايه توتا؟ ها، اخبار الشغل ايه؟ مش عايزه تتكلم، عندها مهمة شاقة المفروض تركز عليها. عشان يرفع الوعي بالمشاكل البيئية اللي حاصلة في العالم والكائنات المهددة بالانقراض، ولما بينقرض كائن بيعمل خلل في كل المنظومة البيئية للعالم كله. اتفرجنا على المحيطات واللي بيحصل فيها وكم الزبالة اللي احنا بننتجه، شيء محزن، ومش عارفة هل احنا السبب فيه فعلا ولا لا. لان زي ما في احصائيات في الاحصائيات المضادة، وزي ما في ابحاث في الابحاث المضادة. لكن انا من دراستي عارفة ان المشكلة دي مشكلة حقيقية وخطر وبتهددنا، وان احنا لازم ناخد دور حتى ولو صغير على قدنا. يمكن اكلمكم بعد كده في حاجات ممكن نعملها بحيث ان احنا نساهم ولو مساهمة بسيطة في الحفاظ على بيئتنا. وفي اجراء مخالف لكل القرارات اللي انا خدتها في حياتي، ان انا ما يعني
لما يخلص الشغل اوقف الشغل واركز للبيت، لكن كان لازم اقعد اجمع شوية ماتيريال لحاجات يعني انا شغالة فيها. وطبعا الساعة دلوقتي لسه 10، فقدامي بتاع ساعتين كده، فقلت ايه اجمع شوية معلومات وشغل شوية. ومفيش مشكلة، عادي بيحصل فيه أيام بيبقى عندنا شغل زيادة بنعمله، بنبقى متأخرين في حاجة، يعني مفيش مشكلة. سي لا في، هذه هي الحياة، جميلة حلوة بتعبها بمنغصاتها بكل حاجة جميلة. الحمد لله على نعمة الشغل. تصبحوا على خير.